Ahmadiyya. The show that believes that the Israelis are stuck in a tunnel in Gaza. Anyway, today I think it's going to be in Arabic. This is February 10th, Saturday. وفي يعني أغنية أو شعر من ساعة ما شفتها وأنا مش عارف أطلعها من مخي، يعني هي اللي شفتوها يعني موجودة على السوشيال ميديا في كل حتة، كل واحد بيغنيها دلوقتي وأنا عمري ما سمعتها من المؤلف، ويعني ف اتصلت بيه وهو كان يعني كريم في وقته ورحب بالفكرة، وهنتكلم معاه بعد شوية. هي الأغنية اسمها مسارح وسيمة، مسارح وسيمة وسيرك وأفيش، معرفش أفيش ده يعني أفيا مثلا، وصورة المنايل، عارفين مين المنايل؟ كل واحد مصري عارف يقصد إيه، وكاب الشاويش وكلب الحراسة وكرسي الرئاسة وحبة سياسة وتربة حشيش. كلام يعني عبارة عن معلقات، عبارة عن أحمد فؤاد نجم على أحمد رامي على نجيب محفوظ على توليفة. أنا بصراحة ما سمعتش أو قريت حاجة بالجمال ده والصور الغنائية، كأنك عايش فيها، كأنك قاعد في مصر، كأنك قاعد في على معبر رفح، كأنك قاعد في السيما وشايف البواهات والتسليمات والتشريفات والتعريصات. اسمع دي: تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، هتدخل بعيل تحاسب عليه. طبعا اعتقد دي مكتوبه من زمان، من قبل رفح وغزه والعك بتاع العرب وابن سلمان وابن زايد وابن الوسخه. يعني بيقول لك تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، هتدخل، ما فيش احساس، ما فيش انسانيه. اي واحد يدخل من رفح يدفع 10,000، يعني دي ناس الكلام ده بيتقال. وبايدن التايه بيقول لك السيسي موقف، هو اللي كان موقف المساعدات، وتقريرات من الجزيرة تقول إن ابن السيسي محمود هو المسؤول عن المرور في رفح، يعني قاعد بياخد عمولة وبيتعامل في جثث ومصايب فلسطينيين في غزة. فبيفكرني وأنا صغير أدخل مع أخويا كبير ولا أبويا، أدخل أي حاجة تدفع صغير كبير. كان دايما واحنا في القطر بابا يقول لك اقصر شويه، اول ما يشوف الكمساري يقول لك كش يا شويه يا حمار، عشان الكمساري يفتكرك يعني اقل من 12. تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، هتدخل بعيل تحاسب عليه. مفيش رحمه. جميع اللي ماتوا عيال الصغار، جميع اللي عاشوا ملوك الامار، اللي عندهم واسطه واللي عندهم بتاع واللي قاعدين في الكومباوند والجيتد كوميونيتي. تدخن يا باشا سجاير بهاش، يعني حشيش مثلا، وتنسى اللي ميت وتنسى اللي عاش، وتقلع هدومك وتلبس همومك وتاكل سمومك بكل انتعاش، يعني ما عندكش اختيارات. عزيز المواطن، عزيز الفقير، أمالك في بكرة بتنقص كتير، بتنقص بلادك أراضي وبيوت، بتنقص ولادك تابوت فوق تابوت، بتنقص ولادك تابوت فوق تابوت. عبقرية، يعني ملكة في التخيل وملكة في الكلام وإحساس بالوضع وبالتاريخ وبالثقافة. بقولك بقالي أسبوع مش عارف أطلع الأغنية دي من مخي، لدرجة مرات اللي هي يعني بتعرف عربي بسيط بدأت تغنيها، وبدأت تنتظر الشاعر والكاتب أحمد عبد النبي النجار
هو دلوقتي ما اعتقدش ان هو في القاهرة يعني، بس we're gonna find out يعني، فانتظروا معانا ونسمع بعض من الشعر بتاعه والأغنية دي اللي هي على لسان كل الناس في مصر وفي العالم في فلسطين. شعر تحس كده معمول للوقت مع انه مكتوبة من زمان، وبتعبر عن الوضع العربي السياسي والثقافي والاجتماعي بطريقة عبقرية. فنستنى الشاعر الكاتب أحمد النجار. خليكم معايا. عزيزي المواطن عزيزي الفقير، آمالك في بكرة بتنص كتير، بتنص بلادك أراضي وبيوت، وتنص ولادك تابوت فوق تابوت. حياتك يا فندي حياة ما تساويش، فايه اللي يكبر جنابك تعيش؟ ده بينك يا باشا وبين الحياة حواجز وشيش خلف شيش خلف شيش. بيكو مرة تانية، وما يعني احنا مستنيين لسه الشاعر الكاتب العبقري صحيح أحمد عبد النبي النجار، وهو شاعر وكاتب وعامل حاجات كتيرة جدا. أنا نفسي لغاية الآن عشان مش مستبع مش عارف بالظبط يعني هل هو يعني شاعر أو هو الملحن أو المغني، يعني هو بعمل حاجات كتيرة يعني من حاجات مكتوبة بالعربي أو على مواقع عربية. فأنا ما يا حقيقة يعني ما آسف يعني ما عرفتش الصورة بالظبط، وأمل يعني إن هو يشرح لنا بالظبط ظروف الأغنية دي اتعملت إمتى والإحساس بتاعها، وهل هو يعني كان متوقع النجاح العظيم والنجاح إزاي أثرت على الناس، وإزاي يعني كأنها لسه مكتوبة الشهر ده بعد أحداث في غزة، كأنها لسه مكتوبة بعد ما السيسي جه، كأنها لسه مكتوبة بعد التطبيع، كأنها لسه مكتوبة بعد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي بنمر بها الشعب المصري والشعب العربي بصفة عامة. فأنت عارف الحاجات الكويسة ملهاش وقت معين و تايمليس، يعني ممكن في أي وقت وفي أي مكان تبقى كأنها بتعبر عن الوقت والمكان ده. أحمد عبد النبي النجار مؤسسة جاردن سيتي الثقافية مصر، شاعر وكاتب حر. حلوة كاتب حر دي، يعني العكس بتاعت كاتب مسجون أو كاتب. نسأله على الموضوع ده، يعني أنا كنت فاكر كل الكتاب أحرار يعني، ودي وعشان كده بيكتبوا يعني، بس في واضح إن في كتاب بيكتبوا للسلطة، كتاب الملك، كتاب السلطان، فده كاتب حر. منسق مكتب إدارة المشروعات بكريوس تجارة شعبة محاسبة، ده دايما الناس اللي هم بيروحوا محاسبة أو طب أو صيدلة بيبقى عندهم إمكانيات أدبية كبيرة مكبوتة، كل واحد عايز يبقى دكتور محامي، إنما الحاجات الأدبية دي في الآخر بتنتصر. شاعر وكاتب مصري حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 2015، ملحن ومغني هاوي. ودي حاجة جميلة يعني، تحس في الشعر بتاعه فيه كده لمسة من أحمد فؤاد نجم ولمسة من ثقافية من نجيب محفوظ، أحمد رامي مثلا، يعني توليفة جميلة 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 فيها تقليد، ويعني واحد قاعد في الشارع وملاحظ وشايف الحياة اللي قدامك. ما الشوارع في مصر دي كأنك قاعد في تاريخ، في مسرحية يعني، كأنك قاعد بتشوف التاريخ قدامك، يعني حاجات قديمة من 4000 سنة وحاجات من 100 سنة وحاجات لسه بتحصل قدامك.
يعني مش لازم تسافر وتروح معبد وتروح اقصد متحف او بتاع. يعني انت قاعد على القهوه وتشايف كل حاجه بتمر قدامك، عربيات فاخره بمليونات، حمار وكلاب وقطط وناس ماشيه وناس جاريه وناس توك توك وعجلات. حياه حياه هنا عشان تشوفها وتخبرها، يعني لازم تسافر كتير وتصرف كتير عشان تشوف التوليفه الثقافيه اللي بتمر قدامك، كأن الشارع المصري شارع. الحقيقة هو يعني المكان العام الوحيد اللي في مصر لسه ما سيطرتش الحكومة أو الدكتاتورية ما سيطرتش عليه، يعني لسه مكان حر. يعني تلاقي اللي قاعد بيأكل قطة ولا بيعمل ولا بيشتغل بتاع الفول بتاع مش عارف إيه، العربية اللي بيصلح عربية واللي بيصلح مش عارف جزم كله بيحصل في الشارع ده، وكله بيحصل عربيات ناس حيوانات توليفة، يعني تحسسك ان الشعب المصري لسه فايبرنت، لسه حي، لسه ما ماتش ما سلمش. وده كان واضح قوي في ثورة يناير، شفتوا اللي حصل، الملايين اللي نزلت والآلاف الآلاف اللي راحت ميدان التحرير من جميع أشكال البلد. يعني فعلا أول مرة الشعب يبقى متوحد مع نفسه، الجنوب مع الشمال، المسيحيين المسلمين، الفقير الغني، الكبير الصغير، المتعلم غير متعلم، كله كان موجود في التحرير، وكل ده حس إن دي مصر، مش مصر دلوقتي اللي متقسمة في الشمال وفي الكومباوند وفي الغني والفقير والسيسي والإخوانجي وده وده. الحقيقة ال10 سنين اللي فات دي مصر اتقسمت تقسيمات غريبة جدا، الناس مش بقتش عارفة هي ايه ولا فين ولا بتعمل ايه. فأنا لسه يعني عندي أمل، يعني إن ضيفنا النهارده أحمد عبد النبي نجار يكون، يا طبعا هو بيقول إن هو نقل دبي، فما أعرفش يعني دي، يعني أنت موجود في مكان جديد، فعلى الله تكون الأمور ماشية ومحدش وقف في طريقه ويكون عارف العنوان وعارف يعمل ايه عشان يوصل لنا. المقابلة دي هتبقى على زوم طبعا، حوالي لو حوالي 20 25 دقيقة يعني حسب وقته، وربنا يعني يوفقه ويوفقنا ان احنا نقابله ونتشرف بيه، ويحق لنا فرصة نتكلم معاه، لان فعلا متشائي جدا نتكلم معاه واعرف قصته هو وقصة الاغنية دي او الشعر ده، ويعني ازاي بينتج الحاجات دي في الوقت ده، وتوقعاته وتنبؤاته الصايبة اللي حصلت. طبعا أنا جيل 3 4 قبليك، بس يعني بقالي مثلا 40 سنة في أمريكا، ما في حاجات قليلة قوي اللي شدتني لمصر تاني، يعني طبعا الثورة والهيصة دي، بس في حاجة كده توليفة مصرية ما حدش يقدر عليها يعني، وما حدش يقدر يوصفها. فأنا لما قريت الشعر ده وقريت او سمعت الاغنيه، حسيت يعني انا قابلت احمد فؤاد نجم، الله يكرمك، الله يخليك، وقابلت نجيب محفوظ، ما مش شاء قابلت الله، يعني هو يعرفني، يعني قابلته كان في قاعده يعني، قابلته قعد. وما قابلتش احمد رامي، الراجل مات قبل ما اقابله، فدي يعني عمل فيا عم. هي بقى حسيت ان الشعر توليفه من الثلاثه دولت محطوطين مع بعض،
فانا يعني اتصالي بالسوشيال ميديا العربيه ضعيف جدا يعني، وبعرفش اوصل لهم. يا بتكلم عربي زي ما بكلمك دلوقتي بس يعني مش متعود عليها. فانا اول حاجه على تيك توك، سوشيال واحده كده ظريفه يعني، لسه الغن متلخبط لان كله بيغنيها وكله مش عارف مين بقى تابع مين ومين اللي ملحن دي ومين اللي مؤلف دي. فانا اتصلت بابو عمار او حاجه زي كده، ابو لغد او حاجه زي كده، اللي هو عرفني بيك يعني. ايوه فقلت له ايه الحكايه، انا فاكره ان هو الاغنيه دي تابعه، وقال لي لا انت يعني روح لل استاذ احمد النجار، هو اللي الفه. فاحكي لي بقى، اولا انت زي ما انت بتقول شاعر وكاتب، بس انت خريج تجاره ومحاسبه، ايه اللي حقيقي. بتعمل ايه اللي بت... انا خريج تجاره واداره، يعني احنا بتوع الادب وبتاع هو ايه. انا برضو خريج تجاره اداره اعمال، تجاره القاهره دفعه 2010. والله كنت بمثل في فريق المسرح في كليه التجاره، بس انا ما كنتش بمثل عشان انا بحب التمثيل او شاطر في التمثيل، لا انا كنت داخل المسرح عشان انا بحب الكتابه وعايز اكتب لهم الاغاني بتاعتهم. ولكن في سنة 2010 2008 اتعرض عليا وظيفة محاسب مبتدئ في شركة. معايا يا احمد، احمد حضرتك احمد، معايا؟ لا يا احمد، انت قاعد فين يا احمد؟ انت بتقطع، احنا الكلام ده مهم وعاوزين نسمعه. الله ايه بعد، انت قاعد فين يا احمد؟ انت قاعد في كافتيريا ولا قاعد للأسف يعني في الشارع، للأسف والله، في الشارع؟ بس يا بحاول. لهوي يا عم احمد، انت مش واخدنا بجد ولا يا عم؟ لا والله انا بقالي والله مش أنا آسف. لا لا مستنيك بقالي اسبوع تقول لي قاعد في الشارع. أنا آسف والله، لا بس معلش الظرف طارئ، حد صديقي من مصر وموجود هنا فكان لازم أنزل معاه لأنه ما كانش هيعرف يتحرك يعني لوحده. هم المصريين كده، تعالى معايا، هو اللي قال لي يا عم ما تاخد اوبر ولا حاجة. كده سامعني المهم كويس؟ كده سامع كويس. المهم يعني قول لي حكاية الأغنية دي ومكتوبة إمتى، لأن أنا حاسس إن هي بتتكلم عن حاجات، أنا عارف إن هي مكتوبة من مدة يعني، بس أحس كده إن هي بتتكلم عن الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، عن وضعنا، عن اللي بتحصل بص، في هو الفكرة دايما في الشعر هو ان هو بيعيد نفسه او بيكرر نفسه. الحاجات اللي بتعيد نفسها دي علشان تفضل عايشة لازم تبقى مكتوبة برمزية، يعني الكلام ده اتكتب مثلا من 2012 2011، 10 سنين فاهمني؟ يعني. واقف اصلا. طيب معلش هستأذنك ثانية واحدة بس، انا اسف والله حقك عليا، هستأذنك ثانية واحدة بس. راح فين يا احمد؟ ما صدقنا نجيبك. انا اسف معلش ثانية واحدة بس. ما فيش يعني، ما فيش خطر عليك نبلغ حد يجي لك ولا ايه؟ أنا بعتذر مرة تانية، أنا آسف. يعني انت ماشي ولا قاعد معانا؟ لا قاعد معايا. فصدقنا نجيبك يا احمد. ولا أنا آسف والله حضرتك عليا، فهي كتبت. حياتك في خطر يعني في دبي. انت فين دلوقتي؟ أنا في الإمارات. ربنا يستر، ربنا يستر، يا اجعل كلامنا خفيف عليهم يعني. وبعدين يعني فهي اتكتبت في 2000 2012، فهو كان وقت مختلف تماما. ولكن زي ما بقول لك، هي الحياة دايما، الموضة دايما بتتكرر والكلام بيعيد نفسه والمواقف بتعيد نفسها. فأنا بقالي تقريبا 8 سنين مبطل شعر، ما بكتبش، مش مهتم بالشعر خالص. الناس بتقول إن القصيدة دي أحمد فؤاد نجم، لأن هما بيتخيلوا إن هي في الناس بتتلخبط ما بين قصيدة بيان هام بتاعت أحمد فؤاد نجم وبين قصيدة مسارح وسيمة. وبناء عليه أنا بالنسبة لي كان من مصلحتي إن هم يتخيلوا إن هي قصيدة أحمد فؤاد نجم علشان ما تقولش عليا يعني. هو الحمد لله عادي يا جماعة، ما فيش مشكلة. بتتكلم بجد؟ وأهم حاجة
واهم حاجه بالنسبه لي ان الكلام لامس الناس، مش فارقه يعني، مش فارقه معايا يتقال مين اللي كاتبه، ما بدورش على مجد شخصي يعني. في نفس الوقت انا بشتغل في ديفيجنز مختلفه خالص عن الشعر والفن، انا بشتغل اكزيكتيف اسيستنت لسي ليفل في شركات بتشتغل في الهاي تكنولوجي. عندي مطاعم وكافيهات في مصر، فانا بشتغل في الفود اند بيفرج على جنب كده. حياتي كلها بيزنس يعني، مش مهتم خالص باللي بيحصل بالاوضاع بالحياة. خلاص اللي حصل حصل، وانا لقيت الطريق بتاعي في مكان تاني وخلاص على كده. يعني اللي عايز اقوله، هل الاحساسات اللي طلعت في الشعر ده من 10 سنين، ما يعني ما تروحش ما تضيعش يعني في المكاتب، ومبسوط قوي عندك مكتب وشباك وكمبيوتر، ويعني ايه هتعمل ايه تكنولوجي؟ يعني ما هي تكنولوجي موجودة في كل حتة، والناس مليانة تكنولوجي، وكل واحد معاه سيليار فون، بس ما فيش ناس شعرة ممكن تقول الكلام ده. يعني احنا محتاجين الشعر ده انا اكتر. معاك، يعني انا معاك، بس هي الحياه اولويات. انا الفن ما بياكلنيش عيش ماشي، وانا ما ينفعش اخد الفن ان هو حاجه تاكلني عيش، لاني وقتها مش هكتب اللي انا مقتنع بيه. اي سي. انت فاهمني؟ بتقول انا بكتب اتفضل. قناعاتي الشخصيه، فما بدورش منها على هدف، لا ما انما انا عارف. البيزنس بتاعي ده بالظبط، البيزنس بتاعي ده هو اللي بيغطي متطلباتي الحياتية، أهلي، أمي، إخواتي، ابني، مراتي، ولادي، الحاجات دي يعني. ايوه، ما هو يعني ناس فنانين كتير يعني اشتغلوا شغل عشان يأيدوا الموهبة بتاعتهم. يعني احنا ما بنقولش يعني جوع في الشارع عشان نسمع شعرك. يعني لا، اللي انا عايز اقوله مش دي حاجة ممكن تسيطر عليها، دي حاجة جواك ولازم تطلع. يعني انت ما بالظبط، بت هي بتتعمل بتتعمل على جنب يعني، حاجة بتتعمل على جنب علشان تفضل زي ما انت بتحبها، تفضل بتحبها يعني. حاجة مش لازم تبقى مستني منها حاجة. انا مش مستني من الكتابة حاجة، انا كل اللي مستني من الكتابة حاجة واحدة بس، ان الناس تسمعه وتحس ان ده بيعبر عنهم فعلا. طيب دلوقتي لا يعني الرد فعل للأغنية ده اللي حصل مثلا قريبا، يعني بعد غزة، بعد اللي بيتعمل في غزة الأيام دي، هل أنت استغربت يعني من رد الفعل العالي ده لحاجة أنت سبتها من 8 سنين؟ هو يعني هي مش حاجة أنا سبتها من 8 سنين، هي حاجة هتفضل عايشة طول ما احنا عايشين في نفس الظروف. أنا مش لازم أكتب كل يوم عشان الكلام يعيش. هي الفكرة إن في حاجات أنت بتكتبها هي بتجدد نفسها، هي عمرها أطول من عمرك أنت شخص، أطول من عمري أنا شخصيا. فاهمني؟ فهو مش بالكم، هو بالكيف، المواقف هي اللي بتعيد نفسها. انا ما بتكلمش على الشعر، انا بتكلم على رد الفعل، وليه الاغنيه دي ريزونيت بالماجنتيود العالي ده في مثلا الشهرين اللي فاتوا دول. في حاجات عندي تعتبر اقوى من مسارح وسيمة بكتير، بس هي ما خدتش الفرصه في الانتشار زي مسارح وسيمة. ما ده سؤال يعني. مسارح وسيمة اتغنت فانتشرت. انا عندي حاجات اقوى من مسارح وسيمة بكتير، وبينفع تتكرر مع الايام بنفس الشكل، بس هي النقطه ان هي للاسف ما اخدتش فرصتها وخلاص. طالما عدى وقتها وما انتشرتش خلاص يعني، الموضوع طب خلينا بس مع مسارح وسيمة، انا بس عاوز اعرف ليه بقت لغة الناس كلها، بقت لغة الصغير والكبير. انا بشوف اطفال بتغنيها لامهم، مدرس بيغنيها للطلبة بتوعه، طلبة بيغنوها يعني بدأت لغة الناس في الشارع، في المكتب، في العمل، في المطاعم، يعني ده اللي انا عاوز اعرفه. ليه ما في حاجات كتيرة انت زي ما بتقول بتطلع، بس دي هي الفكرة كلها ان الكلام حقيقي. فاهمني يعني؟ هو مش كلام مبتذل يعني، مش انت بتقول كده وانت بتمثل ان ده اللي بيحصل. لا، هي الفكرة ان الكلام اتكتب وما كانش ناس كتير حاسة بيه، فلما الوضع الاقتصادي قفل جامد والوضع في الشرق الاوسط قفل جامد، ابتدى الناس تحس بالكلام ده اكتر شويه، فابتدوا يدوروا على الكلام ويشوفوا مين كاتبه، والناس تفتي بقى وتقول لك لا ده فلان، لا ده علان.
انت كشخص مش هتقعد تدور على كل شخص عشان تقول له والله انا اللي كاتب الكلام ده يا عم. لا مش فارقه معايا، انا فارق لا معايا انك انت تقول الله لا، ما انا ده مش اللي اقصده يعني. لا يعني عارفين انت اللي كاتبه وانت اللي عامله، بس طب احكي لنا ظروف كتابة الأغنية دي، امتى وفين وكتبت مرة واحدة؟ انا اعرف الناس بتبقى قاعدة على القهوة وتروح كاتبها على منديل، ولا يعني يا عم ابعد عني، انا اسف والله ابعد مش عارف عني، اعمل ايه ابعد بجد. عني يا عم، ما خلي زميلك اللي جاي من مصر ده يعمل حاجة ويبعد الناس عنك، على الأقل انت هتقعدهم معاك فيعمل حاجة يعني، يعمل منظر. والله والله بعتذر، بس هي فعلا يعني انا الوقت خدني، الوقت خدني، ف والمفروض ان احنا طالبين اكل دلوقتي حالا. انت بتاكل، انت بتاكل يا احمد. لسه ما اكلتش والله، ما اتغديتش لسه جعان. والله اول ما تشبع مش هتطلع شعر، خليك جعان. طب حاضر. طب قول لي، قول لي كتبتها ازاي وامتى ومره واحده، ويعني مسارح وسيما وسيرك وافيش، يعني ايه افيش؟ الافيش ده هو البوستر بتاع الفيلم اللي بيتعلق على الثاني من بره. والله صحيح. حلوة، كنا زمان واحنا صغيرين نروح نتفرج على الأفيش ده، وأخويا الكبير يقول لي خلاص أنت اتفرجت على الفيلم، هو ده الفيلم. طيب وصورة المناهي انا ينفع استأذن 10 دقايق بجد والله انا اسف. 10 دقايق؟ لا بس ما غصب. ينفعش، لا 3 دقايق وأسيبك خالص، 3 دقايق طيب وأسيبك خالص، يعني احكي لي اوكي. إزاي اتكتبت إمتى وفي إيه؟ يعني قول له، قول له إن أنا بعمل مقابلة، يعني أعرفه هو هيفهم يعني. انا عايز، انا عايز، انا بس اوعى عشان الاكل بينزل. انزل يا طيب عم، هيكون ايه اكل، ايه هيكون ايه يعني؟ طب انا ما اكلتش بقالي، جمبري والله تعالى كل الله العظيم انا ما اكلتش بقالي اسبوع مستنيك يا احمد. طب قول، انا قول بس كتبتها امتى وكتبتها في قد ايه يعني؟ اتكتبت مسارح في سيما، اتكتبت في 2012. انا كنت كاتب منها مقطع اللي هو المقطع الاولاني. يحيى نديم المغني والملحن شافه عندي فكلمني قال لي يا نجار، انا كنت وقتها مسافر في السعوديه، قال لي يا نجار انا عايزك تكتب لي مقطع تاني قد ده بالظبط. فكتبته، بعد كده هو خدها غناها في حفله، كان وقتها الكلام ده زي ما بقول لك في 2012. بعد ما اتغنت في الحفله دي اتحطت على السوشيال ميديا فابتدت تنتشر بقى، وكل ما بتقدم بتنتشر اكتر. والله يعني أنا شايف إن كل الناس بتغنيها مش بس الزميل دوت يعني. هو هو الحمد الحمد لله ده بيحصل، لان زي ما بقول لك هي الموضوع حقيقي. يعني هو الموضوع مش جاي من حاجه ما حصلتش وانت بتالفها، لا هو انت حسيت الحاجه دي فكتبتها. هو ما بيحكيش تجربه شخصيه، هو بيحكي تجربه عامه. يعني انا دي تجربه الناس كلها، هي مش تجربتي انا لوحدي، دي تجربه الناس اللي عايشه في المجتمع ده، فاهمني؟ فهي مش تجربة بشكل شخصي لأحمد، لا في مليون أحمد وفي مليون محمد ومليون، يعني هم ناس كتير مش أنا، بس أنا واحد من ضمن الناس اللي عايشة الحالة دي. والله كلام جميل يعني. وانا طبعا انت، انا مش عايز نعملك يعني عن الاكل، انت ده رمضان جاي يا احمد، امال هتعمل ايه في رمضان وانت بقى هتصوم لا يعني؟ هصوم إن شاء الله، ما تقلقش طيب تقلقش. مش عارف يعني، مش عارف يعني تفضل جعان مثلا ربع ساعه عشان لا والله الكاتني؟ بجد بص، انا ممكن اوعدك ان احنا نعمل ده بشكل يعني اكبر وقت اكتر، بس هي الصدفه البحته هي اللي خلت لا ان لا انا لا النهارده بلاش عندي حاجة، أنا فرصه. شاكر جدا يعني على وقتك، ويعني سعيد جدا إن قابلناك، لأن مش عارف أطلع الأغنية من مخي الحقيقة يعني، هي ربنا دخلت يخليك والله. وحششت هناك، وكلامي معاك جايز يساعدني إن نطلعها، وشاكرين جدا ربنا وأتمنى لك يخليك، متشكر التوفيق جدا، وبعتذر لك بجد والله مرة تانية. لا لا ما يهمش يعني، وبالهنا بالهنا إن شاء الله الله وبالتوفيق يعني. يهنيك يا رب والله. احمد عبد النبي النجار كتب شعر من 10 سنين، دلوقتي منتشر على السوشيال ميديا بطريقه رهيبه، لانه زي ما بيقول كان شعر من القلب ومن الاحساس، والناس كلها بدات تحس بيه وبدات تغنيها وبدات. طب شكرا، شكرا كتير يا اخ احمد، ربنا يخليك، انا متشكر جدا، متشكر مع جدا، السلامه. مش مصر.
مسارح وسيما وسيرك وقفيش وصوره المنايل وكاب الشاويش وكلب الحراسه وكرسي الرئاسه وحبه سياسه وتربه حشيش. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعيل تحاسب عليه. جميع اللي ماتوا عيالي الصغار جميع اللي عاشوا ملوك القمار. مسارح وسيما وسيرك وقفيش وصورة المنايل وكاب الشاويش وكلب الحراسة وكرسي الرئاسة وحب السياسة وتربة حشيش. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعيل.